السلام عليكم ورحمة الله. أن تفتك بالضحية فتلك جريمة، وأن تزيف الواقع وتدين المقتول بالقتل فتلك جريمة أفظع. وأما أن تأتي بعد حين لم يجف الحبر الذي كتبت به ذاكرة الناس وكتبت به تلك الجريمة فتقوم بتزيينها وبتحريف الواقع ولي عنق الحقائق عبر أعمال درامية، وتتلاعب بمشاعر الناس عبر المشاهد المؤثرة والموسيقى التصويرية لتظهر الحق باطلاً وتظهر الباطل حقاً، فتلك أبشع الجرائم. يقول المولى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا ما فعلته وتفعله بعض الأعمال الدرامية المصرية هذه الأيام لتحريف ذاكرة المصريين والعالم حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية الدموي، الأحداث التي فض بها الأمن المصري ذلك التجمع السلمي بكل دموية. أهلا بكم في هذه الحلقة من لكل زمان ومكان. أرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ حسين حلاوة، أن يحرف الإنسان واقعا فذلك كذب، أما أن يأتي بعد حين ليزين الباطل وليزين ذلك التحريف، فما حجم تلك الجريمة وما حجم وما وزر ذلك الذي يقوم بالتحريف والتلاعب بمشاعر الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيد إمام النبيين خاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييك أخي الحبيب الأستاذ جمال، وحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأبارك لهم هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر رمضان، شهر الطاعة والاستغفار والقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. اليوم على عجل يمر شهر رمضان، واليوم هو اليوم السادس، وكأننا بالأمس نقول أيها المسلمون غدا يكون رمضان. هكذا تمر الأيام، وما هي إلا لحظات، ونعلن نهاية شهر رمضان والعيد المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وأشد الناس خسرانا هو الذي يبيع دينه بدنيا غيره، الذي يبيع دينه بدنيا غيره. ودعني أخي الحبيب حتى أجيب على سؤالك هذا أن أقدم بمقدمة، وهي أولا أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم لكنه لا يتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا رأيتم الله جل وعلا يعني يعطي الظالم فاعلموا أنه إنما يملي له. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والمولى سبحانه وتعالى جل في علاه حرم الظلم، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. وحذر من دعوة المظلوم لأنها تستجاب ولو بعد حين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، يقول لها ربنا: وعزتي وجلالي، هكذا في الحديث، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد، لا تظلمن، هكذا يقول الشاعر، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا زال المظلومون أحياء
لا زالوا يلهجون بالدعاء على أولئك الظلمة الذين ظلموهم والذين قتلوهم والذين اعتدوا عليهم. هؤلاء الذين يعني يمثلون دورا باطلا بحق، هؤلاء الذين يحاولون أن يلبسوا الحق بالباطل، هؤلاء الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، ليتهم يبيعوا دينهم بدنياهم، إنما يبيعوا دينهم بدنيا غيرهم. ماذا مقابل دراهم؟ هذه الدراهم دولارات، جنيهات، سرعان ما تنقضي، ويأتي ملك الموت للإنسان ويوم يكون وحيدا، لن يدافع عنه سلطان ولن تدافع عنه قوة مهما كانت، سيقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا وحيدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا زالت آثار الجريمة باقية، لا زال الناس أحياء، لا زال هؤلاء الذين ظلموا وهم يعلموا أنهم ظلموا لا زالوا أحياء، وهناك يوم سيلتقي فيه الجميع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم يعض الظالم على يديه. يأتي يوم لا ينفع الإنسان إلا ما قدم، لن تنفعه هذه المحاكاة ولا هذا التودد ولا هذا ولا إلى أي شيء، لن ينفعه إلا عمل هو الذي سيقف بين يدي الله. ونحن رأينا بأم أعيننا كثيرا من هؤلاء الذين زيفوا الحقائق، كيف عندما يأتي أجلهم حتى أولئك الذين زيفوا لهم الحقائق لا يحضرون جنازاتهم. فضيلة الشيخ، ولكن ما خطورة هذا التزييف من خلال عمل الدرامي؟ المعروف بأن أهل السياسة الذين يتغلبوا على المظلومين يحرفوا الواقع لكي يسودوا. يعني عندما نسمع محلل سياسي للنظام السيسي أو غيره يزين للنظام السيسي ويكذب ويحرف الوقائع، فنقول ربما هذا موافق لموقعه. لكن أن يأتي عمل درامي، أن يأتي ممثل ويلبس على الناس ويزيف ويدلس ويغير، ويأتي هذا العمل بموسيقى تصويرية مؤثرة ومشاعر، ما حجم ذلك التدليس أو أثر ذلك التدليس على مشاعر الناس؟ وما وهل يمكن أن نقارن هذا الكذب الذي يقوم به هؤلاء بكذب الساسة؟ لا، دعني أقول لك بأن بفضل الله سبحانه وتعالى الحق أبلج. وأنا لما تمعنت فيما يحدث قلت سبحان الله، 8 سنوات مرت على هذه الجريمة، الناس لا يتكلمون، أصبحوا في السنوات الأخيرة لا أحد يذكر هذه المجازر، من يذكرها؟ أي الإعلام يذكر يتحدث عنها؟ لا أحد يتكلم عنها. ولكن تذكرت قول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. كيف أن هذه الدراما الكاذبة الخادعة المنافقة، كيف أنها بفضل الله سبحانه وتعالى أحيت القضية مرة أخرى وأقلقت مضاجع القتلة مرة أخرى؟ كانوا يظنون أن الأمر قد انتهى وأن القضية قد نسيت، وأن هؤلاء الذين ذاقوا شهداء سواء كانت في ربعة أو سواء كانت في يعني في أي مكان آخر، كانوا يظنون أن هؤلاء قد نسوا. لكن الشهيد لا ينسى والظلم لا ينسى كذلك، ولذلك سولت لهم أنفسهم أن قاموا بهذه الدراما حتى يردوا كيدهم في نحورهم وحتى يستيقظ الناس من جديد. أولئك الذين كانوا لا يتعاطفون حتى مع ربعة ولا مع النهضة ولا مع غيرها، رأينا الآن كيف يتعاطفون وكيف يتكلمون، رأيناهم كيف. هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعني إنما يصورون للناس
الناس كيف يمكتونهم، يمكتونهم بكلمات لاذعة، هذا في الدنيا فما بالك بين يدي الله. فضيلة الشيخ، سؤال محدد، عندما يقحم حادث في هذا المشهد بقصد التزيين الدرامي، من وجهة نظر الشرع هل هناك جريمة عندما يغير هذا الحادث المضاف على هذه المشاهد كل التصور البشري لهذه الواقعة؟ أعطيك مثال من هذا المسلسل يسموه الاختيار. في أحد المشاهد إحدى النساء بعد القبض على المشهد المزعوم، القبض على رجال الأمن، ويطلب أحدهم ماء، فتأتي إحدى النساء فتعطي له أسيد ليشربه وتقول يعني هذا بسبب جرائمه. هذا المشهد يعني ربما هم قالوا هم أضافوه للتزيين الدرامي، لكنه أحدث أثرا فظيعا، يحدث أثر فظيع لدى الناس عندما تسمع الآخرين يقولون أنه حرام عليكم، لماذا تقوموا بهذا، هؤلاء ما ذنبهم، ويأتي بعد ذلك الحوار المدلس كله. هذا يعني هل يمكن أن نقارن جريمته بين جريمة الكذب، يعني فقط تغيير الواقع كما حصل؟ لا، هي ليس جريمة كذب فقط، إنما هؤلاء للأسف هم لا يعلمون أنهم بين هذا الله سيكونوا مساهمين ومشاركين في هذه الجرائم، وإن لم يعني تلمس أيديهم، وإن لم يشاركوا فيها في وقتها، لكن الآن يشاركوا في تزيين فيها، الآن يشاركوا يا سيدي في ضياع معالمها، الآن يشاركوا في تبرئة الظالم. ولذلك أعتقد جازما بأن كل من يساهم في هذا هو شريك في القتل، هو شريك مع القاتل. أنا أستند في ذلك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل امرئ ولو بشق كلمة، ولو بشق كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. هذا الآن ما يفعله هو مساهمة ومساعدة للقاتل لكي يخرج بريئا بدلا من أن يأخذ حقه، هو تزييف للحقائق. وكما ذكرت حضرتك الآية في قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا هو رزقهم، هذا هو الذي يتعيشون عليه، هذا هو الذي يأكلونه في بطونهم نارهم. لذلك هذه الأموال التي أخذوها أنا أشهد الله أنها لا بركة فيها، لأن أموال جاءت من الكذب والتجليس، وهي أموال حرام لن تبقى إلا أن تكون وبالا عليهم، لن ينتفعوا بها، ربما يتركوها لغير أن ينتفع بها وهم يحاسبون عليها. هذه أموال حرام، أموال يأكلون في شهر رمضان بدلا من أن يتقربوا إلى الله بالطاعة، وبدلا من أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وبالإنابة إليه، إذا بهم يتقربوا إلى الله بالكذب والتجليس وبالمساهمة والمساعدة على يعني تبرئة القاتل وتجريم المقتول. ما أثر هذه الأعمال فضيلة الشيخ على ذاكرة الشباب؟ هناك مثلا الذين كانوا أطفال في تلك الأحداث الآن أصبحوا شباب، عندما يشاهدوا هذه الرواية فقط وهذه الرواية لا غير، ما تأثير ما يتشكل في نفوسهم كذبا عن حقيقة ما جرى، وما إثم هؤلاء الذين ساهموا بنقل الواقع بشكل محرف ومزيف؟ أنا أقول لك شيئا، هناك شباب ربما يكونوا فعلا يعني تعاطفوا مع بعض هذه المشاهد، لكن عندما يسألون غيرهم وعندما يدخلون في مناقشات وتبين لهم الحق سرعان ما يعود. الحق أبلج والظالم يعني سراب سرعان، والكذب سراب سرعان ما يذهب. يعني الإعلام في أيام عبد الناصر كيف صور الإسلاميين، كيف صور شيخنا الحبيب عليه رحمة الله إمام الدعاة الشيخ محمد الغزالي، كيف صوره الإعلام عندما لبسه والعياذ بالله ووضعه في صورة على حمار ووجهه، يعني صورة كانت سيئة، كانت بشعة.
واتهموه باتهامات هو والدعاء وكثير من المسلمين. لكن يعني ماذا حدث بعد ذلك؟ الذين يعني فعلوا هذه الجرائم في مزبلة التاريخ لا يذكرهم أحد. ومن الذي ينسى شيخنا، من الذي ينسى شيخنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله، الشيخ محمد الغزالي؟ من الذي ينسى الشيخ محمد الأولد عليه رحمة الله؟ بل هؤلاء يعني كتبهم التاريخ بأحرف من ذهب. فضيلة الشيخ، هذه الأعمال الدرامية عندما تأتي في وقت فاضل كوقت رمضان وتنشر الكذب وتزييف الحقائق، بل وتعمي على الحقيقة الكبرى، يعني عندما يندمج الناس مع هذه المشاهد ويصور لهم المقتول بأنه هو القاتل والضحية وكأنها هي الجلاد، ويعمى على السؤال الأساسي أن هؤلاء الأمن والجيش ماذا يفعلون في ذلك المكان؟ يعني هم لم ينكروا بأنه هذا هو اعتصام في النهاية، لم يقولوا بأنه هذا المكان مكان محتل أو دولة أخرى، هو اعتصام. هذه التعمية على السؤال الأساسي أنه لما حصل كل ذلك؟ سؤال هنا فضيلة الشيخ، هل هناك جريمة ترتكب عندما يتم التعمية على السؤال الأساسي لما حصل في مصر، لكل ما جرى في مصر خلال هذه السنوات السبع الماضية؟ هذه جرائم لا تغتفر ولا ينساها التاريخ ولا تسقط بالتقادم. هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. نحن رأينا زعماء دول بعد أن تركوا مناصبهم بعشرات السنين كيف قدموا للعدالة وكيف حكموا. القضاء يعني وإن كان اليوم لا ينظر في الأمور بنظرة العدل، لكن سيأتي اليوم، نحن لا نيأس من روح الله أبدا، نحن نعيش على الأمل الذي آتانا ربنا سبحانه وتعالى إياه بأن الله جل وعلا بعد العسر يأتي اليسر دائما. نحن نعيش على هذا الأمل، ونحن نعلم أن أولئك الكذابين، أولئك المخادعين، سواء كانوا من شيوخ السلطان الذين يسمونهم أو الممثلين وهؤلاء عبارة عن يعني خداع سينكشف ولو بعد حين، وتنجلي الحقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ستنجلي، النفس لم ينجرف وراءها. يعني قد يتأثر البعض اليوم، لكن صدقني يا أستاذ جمال، سبحان ما يعود، لأن لا تبقى في العقل يجب ليفكر المعقول أن هؤلاء المعتصمين عقول ما يزيد من 45 يوما يصلون قيام الليل ويذكرون الله ويقرؤون القرآن. ورأينا حقائب المصاحف التي حرقت والتي دنست تحمل من الميدان، أما كل هؤلاء هل يقاتلون جيشا وشرطة؟ طيب إذا كان الجيش والشرطة بهذه يعني عنده قوة، ألا يستطيع أن يستعمل أساليب لفض هذا الاعتصام من غير هذا الكلام؟ هناك جرائم مسجلة، هناك جرائم مسجلة، هناك شهود على هذه الجريمة، لا زالوا أحياء بفضل الله سبحانه وتعالى، لا زالوا أحياء يسجلون ويسطرون. إذا لم يؤخذ حقهم اليوم، سيأتي الأبناء ويأتي الأحفاد بإذن الله سبحانه وتعالى الذين يطالبون بهذا الحق، لأن الحق لا يموت أبدا، الحق باق أبدا. الظالم هو الذي ينخنس، والظالم هو الذي بإذن الله في عاقبة الأمر سيأخذ أجره، سيأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فضيلة الشيخ، هنا يبرز السؤال عن الدراما أو ما يسمى بالدراما الهادفة. هل هناك حرج في أن ينتج من لديه صورة حقيقية لما جرى لهذه الواقعة ولغيرها، أن ينتج عملا دراميا يرد فيه على ذلك العمل الدرامي؟ والله أنا أتمنى أن أجد هذا، أتمنى من أصحاب القلوب
الضمائر الحية الذين شاهدوا الحق ورأوه بأم أعينهم، أتمنى أن يعني أن يكون لهم عمل مقابل لهذا، أن يكون لهم إبراز للحقيقة. لا نريد إلا الحقيقة، لا نريد تزييفا للواقع بأي حال من الأحوال، لا من قبل هؤلاء ولا من قبل هؤلاء. نحن نريد أن يعرف الناس الحقيقة، لأن الحقيقة مرة، وكثير من الحقائق لم تظهر بعد، ولو فتح تحقيق يعني منصف لرأينا العجبة. ولذلك أتمنى أن تكون هناك دراما فعلا تحاول أن تظهر هذه الحقائق. فضيلة الشيخ، من أسئلة المتصلين الأخ يسأل عن مبلغ وضعه في حسابه ليستعين به أو لينفقه خلال العطلة أو خلال الإجازة الصيفية، مع أزمة كورونا لا أحد يسافر، يسأل هذا المبلغ الموجود الذي هو خصصه لغرض الإنفاق في إجازته هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول وإذا كان أو بلغ مبلغ النصاب؟ نعم أخي الحبيب، إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول يجب الزكاة، نعم 2.5%. وإذا كان هذا المبلغ يعني موجود في حساب خارج البلد، وهذا حساب في أي مكان، يعني المسلم لما بيأتي وقت الزكاة يجلس مع نفسه ويجمع كل ما عنده من حسابات، سواء كانت هذه الحسابات موجودة في البلد التي يقيم فيها أو حسابات خارج البلد موجودة في أي قطر آخر، يجمع هذه الحسابات كلها ثم يخرج عليها إذا بلغت النصاب 2.5%. وهل هناك حرج أن يخرجه في خارج المكان الذي يعيش فيه في أوروبا؟ الأصل أن تخرج الزكاة في المكان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى قال له وعلموا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، لكن إذا لم يكن هناك فقراء فلا بأس بأن تخرج الزكاة إلى الفقير في أي مكان كان. هل لو كان هناك فقير أشد حاجة من الفقير الذي الفقير الأشد حاجة هو أولى بالزكاة من غيره. فضيلة الشيخ، السائلة تقول إنها حامل وتخاف على جنينها من الصيام، فقررت أن تفطر وتقضي بعد الولادة، وتعلم أنه يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم مع قضاء الصوم. تقول تعلم أنه يجب، لذلك نسأل هل يجب عليها أن تطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء في هذه الأيام؟ هذا سؤالها الأول، دعنا نجيب عليه ثم نتابع في أسئلتها الأخرى. هل كما فهمت بأنه عليها أن تطعم وتقضي؟ لا، الذي عليها فقط هو القضاء، الذي عليها فقط هو القضاء. إذن عليك يا أختنا فقط القضاء. الآن سؤالها تتابع، تقول تعلم بأن هناك الكثير من الجمعيات المهتمة بإطعام المساكين، فتبرعت لإحدى الجمعيات لإطعام 30 مسكين عن عدد الأيام التي ستفطر فيها، مع العلم أنها ستلد بعد رمضان، فهل يعتبر ما قامت به جائز؟ يعني هي فضيلة الشيخ الآن ستفطر ولم تتحدث أصلا أنها ستستطيع أن تقضي أم لا، فقامت بدفع كفارة الصيام من الآن. أنا يعني لم أعرف أفهم سؤال جيدا، لكن أقول إن شاء الله أن يتقبل منها. لا فضيلة الشيخ، لا أوضح مرة أخرى، هي تقول بأن هي أولا في شق سؤالها الأول اعتبرت أو افترضت بأنه عليها دفع الكفارة مع القضاء، هكذا اعتقدت، فقامت بدفع الكفارة من الآن، يعني حتى قبل أن ينقضي رمضان، عن الأيام التي ستفطرها، وأرسلتها إلى جمعيات خيرية. فالسؤال هو هذا المال ما حكمه؟ لأنه أنت هي كما فهمنا بأنه لا ليس عليها ليس عليها كفارة، هي عليها أن تقضي. هذا المال ما حكمه شرعا؟ هل يعتبر صدقة؟ لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، هو يعتبر صدقة أو على رأيي، هناك رأي الحقيقة إذا أفطرت لأنها تخاف على نفسها وعلى طفلها، فعند الشافعية يقولون هذا فطر ارتفق به شخصان أو انتفع به شخصان،
فعلي القضاء والكفارة. عند الشافعية يقول هكذا، لكن عند يعني الجمهور كان عليه القضاء فقط يعني. فإذا أخذت برأي الشافعية فقد فعلت القضية. طيب يعني كل من رسول الله ملتمس. نعم، إلا أنه يكون أنها هي ولم توضح، طبعا نتمنى أنه تتصل بنا للتوضيح، أن يكون يعني في وضعها الصحي لا تستطيع القضاء، هذا ربما يعني كان عليها أن توضحه. على كل حال فضيلة الشيخ نأخذ الاتصالات. أبو زيد معنا، تفضل يا أبو زيد. أخي أبو زيد تفضل معنا. أبو زيد طيب، على كل حال نأخذ رسالة نصية من الأخ عبد رب النبي من المغرب، يقول في المغرب منعنا من الصلاة المفروضة صلاة العشاء والفجر ومع التراويح لنظرا لانتشار الوباء، لكنه يقول هناك عدم انتشار الوباء، ونشاهد في حياتنا اليومية القطارات والحافلات والأسواق مكتظة. أظن جبنا على هذا، لكن لا بأس أن نعيد مرة أخرى الإجابة على هذا التساؤل. في بعض البلدان سواء المغرب أو غيرها فضيلة الشيخ الناس يشككون بأن الأسواق مزدحمة، القطارات مزدحمة، فلما تغلق المساجد؟ يعني إذا قدر الناس المسؤولون عن ذلك بأن المساجد قد يأتي منها وباء أكثر من غيرها وأنها معرضة لهذا الأمر، فمنعوا يعني حظر التمثال في وقت معين من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ودخل في حظر التمثال بعض الصلوات، نحن علينا أن نستجيب الحقيقة، نحن لا ندعو إلى الفوضى بحال الأحوال، نما على الناس أن يستجيبوا لهذه الدعواء لهذا الأمر. نعم. لأن الذي قال بذلك من المسؤولين هم سيقفوا بين يدي الله ويحاسبون، وكل إنسان ما لك، علينا أن نستجيب وأن نطبق يعني ما يقال لنا، أن الخشية من انتشار المرض، الخشية من تفشيه أكثر وأكثر، أن ينسى في النهاية لأننا قد تركنا الأمر أو إلى آخره. نعم، أخ أبو زيد عاد لنا مرة أخرى، تفضل يا أبو زيد بسؤالك. تفضل يا أبو زيد أسمعك. قلت له عندي أخويا كيما الزكاة من قولوا واحد 16 الصوت غير واضح، لو ترفع الصوت قليلا. أعد سؤالك يا أبو زيد، تقول الزكاة. تفضل. قلت له واحد كيف تقول ما الزكاة والزايدة ولا ماشي زايدة على خاطر؟ والله الصوت غير واضح يا أبو زيد، الصوت غير واضح. تفضل مرة أخرى. قلت له احنا لو كان ما تطلبه ما يمدلكش. والله الصوت غير واضح يا أبو زيد، لو ممكن يعني حاول ابعث لنا سؤالك برسالة نصية، لأن الصوت غير واضح مش مفهوم. فضيلة الشيخ، الأخ تعليق على كلام عبد رب النبي فضيلة الشيخ، بالنسبة للناس الذين يعني في بعض الأوقات وسائل المواصلات تزدحم، يعني حتى هنا في هذا البلد في وقت من الأوقات وسائل المواصلات العامة تزدحم، ربما في وقت الصباح أو في وقت المساء، ومع ذلك لا يكون ذلك مدعاة للتراخي في أخذ الحيطة. فالسؤال فضيلة الشيخ أنه الناس يعني أن لا تعمم، يعني أن لا تفترض بأنه الوسائل المواصلات مزدحمة كل الأوقات أو الأسواق مزدحمة كل الأوقات، يعني هذا حتى هنا في بريطانيا في وقت من الأوقات الأماكن العبادة المساجد وغيرها كانت مغلقة، ومع ذلك يحصل أن يكون السوق في بعض الأحيان مزدحم ووسائل المواصلات في بعض الأحيان مزدحمة، فهذه ليست مدعاة للمخالفة وأن يسن الإنسان قانون حسب خاطره حتى لو لم يكن مقتنعا بالإجراءات. لا، لو تركنا لكل إنسان أن يسن حسب قانون وليس في حضارة مدنية وليس في بلد أي كان هذا النظام هذا القانون، ما دام في مصلحة الإنسان أنا لابد علي أن أتبع، ما دام النظام عام للجميع فأنا علي أن أتبع. ولا شك في اتباع خير كثير يعني. الأخت زينة العلي من ألمانيا تقول فضيلة الشيخ، أساعد امرأة وضعها المادي غير جيد منذ شهر تقريبا بالمصروف،
وتقول أنا مريضة بمرض لا أستطيع بسببه الصيام، فهل أستطيع أن أحتسب مساعدتي لهذه المرأة كفارة لعدم قدرتي على الصيام؟ دعنا نقسم فضيلة الشيخ السؤال إلى قسمين. تقول هي تساعدها من شهر بالمصروف، فالسؤال على قسمين: ما حكم المساعدة التي أنفقتها على المرأة بأنها مصروف أن تجعلها جزء من الكفارة، وما حكم أن تجعل الجزء الباقي من المساعدة التي تريد أن تعطيها للمرأة كمصروف جزءا من كفارة الصيام؟ لابد أن تسبق النية العمل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن تسبق النية العمل. لا يصح أن يعمل عمل ثم ينوي بعد ذلك. لا يصح أن أنفق المال ثم بعد ذلك أقول هذا المال من الزكاة ولا هذا المال من الكفارة ولا كذا. إنما قبل أن أخرج المال لابد أن تكون عندي نية أن هذا المال من الكفارة، فلا بأس أن تكون المساعدة من الكفارة، لا بأس بذلك، بس لابد أن تسبق النية إعطاء هذا السند أو هذا. نعم. أبو عبد الله من المغرب، تفضل بسؤالك يا أبو عبد الله. عليكم ورحمة الله. أهلا بك يا أبو عبد الله. من المعلوم أستاذي بأنه في المغرب أغلقت مساجد فجرا وعشاء مع عدم صلاة التراويح. السؤال أعد مرة أخرى تفضل. قلت لك كما هو معلوم أنه في المغرب أغلقت المساجد صلاة العشاء والتراويح وصلاة الفجر، ولهذا نعم ولهذا أستاذي من خلال البرنامج ديالكم أنا بغيت نتوجه للشيخي، هو هل يمكن للسلطة المغربية أن تسمح للمصلين الصلاة التراويح في ساعات فارغة إذا صلى كل حي بساعات ماذا يا أبو عبد الله؟ بساعات ماذا قلت؟ نعم. بأي ساعات بأي أوقات؟ نعم، لو أن السلطات المسؤولة تسمح للمصلين بصلاة التراويح في المساحات الفارغة في كل حي سوف يتلاشى الازدحام ويقوم المسلمين بأداء الطقوس أي صلاة التراويح عن بعد، ويوجد في المغرب حفظ القرآن وكل حي له عدة حفظ القرآن، ممكن أنه تقوم صلاة التراويح بدون اكتظاظ وبدون ازدحام. نعم. يعني هنا كنتوجه من خلال الإذاعة ديالكم وهذا البرنامج الطيب أن شيخي يتوجه بهذا الطلب للسلطات المغربية. تسمع الإجابة يا أبو عبد الله، بارك الله بك. الله يخليك، جزاك الله كل خير. الأخ محمد من المغرب أيضا، تفضل يا محمد. طيب فضيلة الشيخ، الأخ أبو زيد كان يسأل، الزملاء سمعوا سؤاله، يقول إذا كان الشخص محتاجا كحاله هو أبو زيد محتاج، فهل يجوز له أن يسأل الناس عن الزكاة؟ فضيلة الشيخ تسمعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الفقراء قال: تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحاد. فالأصل الفقير لا يسأل الناس، والناس الأصل فيهم أنهم يعرفوا الفقراء ويقدموا لهم يعني المساعدة والحاجة. لكن إذا كان الإنسان لا يعرف وهو يجد نفسه عجزا وفقرا فلا بأس إذا كان محتاجا أن يسأل الناس ويقدمه هل هو فعلا محتاج أم لا. الأخ أبو عبد الله فضيلة الشيخ من المغرب، ككثير من الناس يعني يحاولون بأي شكل من الأشكال أن لا تضيع عليهم هذه السنة وبركة هذه الأيام خلال شهر رمضان من خلال صلاة القيام،
فيقول أنه لو مثلا المسؤولين في المغرب يقوموا بالسماح باستخدام الأماكن الفارغة، لا أدري إن كان ذلك عملي وإن كان ذلك يعني يستطيع المسؤولون بسرعة هكذا أن يرتبوا الإجراءات، لأن المساجد كثيرة أصلا حتى في المغرب. أنا أدري أنه المساجد كثيرة ما شاء الله، وربما لو تم تنظيم الصلوات مع التباعد في أوقات معينة لأمكن أن تستخدم المساجد ولا حاجة للأماكن الفارغة. مثال فضيلة الشيخ، هنا مثلا في المسجد الذي أصلي فيه تم توزيع أو تقسيم الصلاة على فترتين، صلاة العشاء يصلون من 9 إلى 10 مع التراويح، ثم يصلون من 10 إلى 11 لتخفيف الازدحام ولتقليل عدد الناس الذين يصلون في كل مرة. فماذا تقول فضيلة الشيخ للناس الذين يعني بيخطر ببالهم أفكار، وبعضهم يقول نصلي أمام المسجد، بعضهم يقول نصلي في الساحة، لكي لا تضيع عليهم بركة هذا الشهر وبركة صلاة القيام فيه في هذه الأيام؟ والله أنا أتمنى أن يسمع هذه الكلمات، وأنا أعتقد أنه إن شاء الله يفعل ذلك. وإذا كانت هناك فرصة للسماح للناس، لأن هذا الشهر لا يتكرر إلا في العام مرة، ربما بعض الناس يخافون أن يأتي العام القادم ولا يتمكنوا للصلاة أجل على الأرض، فهم من لذلك يحاولون أن يناشدوا السلطات بأن توجد لهم مخرجا للصلاة. أتمنى ذلك، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يتحقق هذا الأمل بإذن الله. نعم. لكن أقول للناس إذا لم يتحقق يعني الصلاة في البيت أيضا لها أجرها، والله سبحانه وتعالى يعلم نيتك فسيعطيك الأجر على قدر النية. وما أجمل أيضا أن تجمع الأهل وأولادك يعني وتصلي بهم، أو أحد الأبناء يصلي، فهذا أيضا نوع من يعني أشياء يبقى هذا المبارك نتيجة هذه المحنة. الصوت يتقطع فضيلة الشيخ. الآن في سؤال فضيلة الشيخ حول موضوع الذي فتحنا فيه هذه الحلقة من الأخ، يقول ما حكم الدين كأنه يلمح لميدان ربع العدوية في مجموعة من الخارجين عن الدولة، هو وصفهم بأنهم خارجين عن الدولة، هذا أول توصيف له. يقول خارجين عن الدولة اعتصموا وقطعوا الطرق والميدان وآذوا الناس المقيمين في المنطقة، ألقوا قاذوراتهم واحتلوا شقق غيرهم، وتمت مطالبتهم بمغادرة الميدان لمدة 52. يا ريت تجاوب يا شيخ، وكأن الشيخ يريد أن يهرب من الإجابة. فضيلة الشيخ تفضل. وأولا قال مجموعة من الخارجين عن الدولة، هي من هي تلك الدولة التي خرجوا عنها؟ يعني هل ما قام به عبد الفتاح السيسي هو أمر بالدولة؟ هل ما قام به من اعتقال رئيس منتخب شرعي بصوت الناس ووضعه في السجن وأن يحضر ديكور يقول أنا الدولة ويعطل الدستور، هل هذا هو الدولة ليكون الذين اعتصموا خارجين عن الدولة فضيلة الشيخ؟ هل يجوز توصيف هؤلاء بأنهم خارجين عن الدولة؟ لا، الحقيقة هذا يعني تغيير حقائق. هناك كان رئيس انتخب شرعا من الشعب حرة نزيهة شهد بها العالم كله، كان من المفترض أن يسقط هذا الرئيس عن طريق الصندوق كما جاء، لا أن يسقط بانقلاب. وأنا أتمنى من الأخ الفاضل الكريم أن يعود إلى حديث شيخ الأزهر وأن يسأل لماذا ترك شيخ الأزهر مكتبه وذهب واعتصم في بلدي، وماذا قال عن هذا الفضل بالقوة. أن يعود إلى بعض الساسة الذين اختلفوا مع بعدما كانوا مؤيدين أصلاً، ثم اختلفوا بعد ذلك نتيجة لهذا الذي حدث من قتل ومن حرق ومن يعني أشياء يندى لها الجبين. على الأخ أن يسأل الذين كانوا شهودا، لا أن يأخذ كلامهم من الإعلام، لأن الإعلام زيف الحقائق، نحن نعرف كذا ونعرف أن هؤلاء. وأنا أتمنى أن تنظر في أي إعلام
وأن تسأله في لقطات خلال الحقب السابقة ماذا قال عن الحكم، ثم لما سقط بالثورة ماذا قال عنه، ثم لما جاء الحكم الآخر ماذا قال عنه، ثم لما سقط ماذا قال عنه. كل المبرزين في الإعلام لهم فيديوهات مسجلة، لو بحثت عنها بقليل من العناء تستطيع أن تعرف إزاي في الحقائق وكذا. طيب. إذا لا يجوز أن نقول ها مجموعة من الخارجين عن الدولة، هم بألسنتهم قالوا خرجنا لندافع عن الدولة، لنحمي الدولة، لنضحي بأرواحنا من أجل هذه الدولة. ثم طيب يقول اعتصموا وقطعوا الطرق، يعني لنفرض أنه طبعا في قطع طرق في تلك المنطقة فضيلة الشيخ، يعني لا يمكن إنكار ذلك، وأنه ألقوا القاذورات، لا أدري يعني ألقوا القاذورات، لنفرض بأنه يعني عدد ضخم من الناس كانوا بعشرات الآلاف، حصل بعض الضرر لأهل هذه المنطقة، قطعت الطرقات، وربما بعضهم خالف، ولا أقول ربما لأنه في شهادات أخرى بالعكس تقول بأنهم كانوا منظمين، وهم أصلا يقولوا بأنهم كانوا منظمين. طب إذا كانوا منظمين كيف لا ينظموا أمور فتح الطرقات وتسهيل أمور الناس وأمور إخراج القاذورات إذا كانوا منظمين؟ على كل حال نقول إن حصل بعض الضرر فضيلة الشيخ، ولا أدري احتلال الشقق، لا أدري إن كان هذا حقيقي، ولنفرض فضيلة الشيخ من أصل 70 أو 50 ألف كانوا موجودين، حصل بعض الضرر، حصل بعض المتجاوزات هنا وهناك، هل يجوز أن نقول أن هؤلاء في هذا العمل كله ارتكبوا جريمة؟ أنا أولا لم أكن موجودا في هذه الساحة، لم أحضر وجودي بينها، إنما رأيت بعيني، رأيت أجهزة التلفاز التي كانت تنقل، رأيت وسمعت من خلال الشهود الذين حضروا هذه الأمر. ولا يمكن، قد يكون بعض أصحاب الشقق أضيروا نتيجة لهذا الجمع ولهذه الميكروفونات التي كانت تسبح وتصلي وتكبر، كان هناك ميكروفونات لا شك عشان الحج الكبير، قد يكون بعض الشقق أضيرت من هذا، أنا أفهم هذا الأمر، لكن لا يمكن أن أصدق بحال الأحوال، لا يمكن أن يصدق أحد أن هؤلاء كانوا ذهبوا فاحتلوا شقق، مستحيل. هم لا يقبلوا عقل، احترم عقلي وأنت تتكلم يا أخي الحبيب، احترم عقلي. هذه حاجة. الحاجة الثانية، أنا هؤلاء معتصمين سلميا على مدار يعني أكثر من شهر أو أكثر من 45 يوم، لم يثبت لأحد منهم أن استعمل سلاحا أو أنه قاوم السلطة بالقوة، يعني ما يسمى بمجزرة الساجدين الذين أمطروا بالرصاص وهم يصلون الفجر، خير شاهد على ذلك لم يتكلم عنها أحد، وهي سبقة مجزرة ربعة. يعني أنا لا أدافع عن أحد، المخطئ كان المفروض أن يقدم لعدالة نزيهة، يقدم، وإذا كان مخطئا يا أخي الحبيب يأخذ حقه، إذا كان صاحب جريمة يعاقب وفق القانون لأن يقتل. من قال أن المعتصم في أي شريعة وفي القانون أن المعتصم السلم يقتل؟ يا سيدي اسأل فضيلة شيخ الأزهر لماذا ترك مكتبه وذهب، لماذا ترك مكتبه وذهب؟ طيب. اسأل الآخرين، أنا مش عايز أقول شهادة البرادعي ماذا قال فضيلة الشيخ، وحتى شهادة الإعلاميات الأوروبي ماذا قالت، وحتى الإعلام الغربي، هؤلاء السلميين كانوا على اتفاق مع الدولة لينصرف، لكن غدرت بهم. يا سيدي اقرأ واسمع، أفضل شيء لا دعك من الإعلام. نعم، لا حتى الإعلام الغربي، أقصد فضيلة الشيخ الإعلاميات الغربيات اللواتي كنا يقولن بأنهن لم يكننا يجرؤن على دخول اعتصامات عبد الفتاح السيسي التي كانت تسمى بالثلاثين من يونيو خوفا من التحرش الجنسي، بينما كنا يدخلنا في اعتصام رابعة العدوية ويأمننا على أنفسهن، ولم تحصل هن بشهادتهن لم تحصل حالة تحرش واحدة
في ميدان الرابعة العدوية. أخت أم أيمن من فرنسا، تفضلي. من فرنسا، تفضلي يا أم أيمن. أخي عدنان، لو سمحت عندي طلب، صوت الشيخ لا نسمعه يتقطع كما ينبغي. طيب حنوضح الصوت يا أم أيمن، شكرا جزيلا لك. سؤالي، نعم عندك سؤال، تفضلي. نعم، سؤالي قبل رمضان، يعني من تقريبا 6 شهور وأنا بدعو اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغ رمضان. لما وصل رمضان تهيأت روحانيا، كنت يعني مستعدة للصيام والقيام، لكن يومين قبل رمضان أصبت بالكورونا. ربنا يشفيك إن شاء الله. آمين. ادعو لنا يا ربي الشيخ، ادعو لنا بالشفاء. وبعدين لم أصم ولم أصلي كما ينبغي. فقط الصلاة وأنا نائمة في مكاني. هل عندي أجر الصائم القائم؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، سمعت من أم أيمن المريض الذي لا يستطيع الصيام كأم أيمن، ربنا يشفيها إن شاء الله ويشفي كل مريض، لكنها صلت بما تستطيع، صلت وهي مستلقية نتيجة المرض. سؤالها، هل لها أجر الصائم القائم؟ بإذن الله سبحانه وتعالى الإنسان يؤجر على قدر نيته. أسأل الله لها الشفاء العاجل يا رب، اللهم أن يمن عليها وعلى جميع المرضى بالشفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله أن يرفع عنا ما نحن فيه من وباء الذي ينوي شيئا ثم يحول القدر دون أدائه هذا الذي نواه والذي عزم على أن يفعله. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يؤتى أجره كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يأتيه في صحته وإقامته، يعني ما كان يأتيه من أعمال خير. فالإنسان يؤجر على قدر نيته وعلى عمل. وصلاة الأخت وهي نائمة مقبولة بإذن الله، جائزة صحيحة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا. المهم أن يصلي الإنسان على قدر استطاعته ولا يقطع الصلاة. فصلاتها وهي نائمة إن شاء الله مقبولة، لا شيء عليها. فطرها لا شيء عليها فيه، لأن ربنا قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الإنسان المريض أو المسافر ولا يستطيع الصيام يقضي في أيام أخر ولا شيء عليه إن شاء الله. أسأل الله لها ولكل المرضى الشفاء يا رب، إنك اللهم آمين سبحانك وتعالى القادر على ذلك. اللهم اشف المرضى وعاف المبتلى برحمتك يا أكرم. اللهم آمين. الأخت فضيلة الشيخ تقول: أمي تنفق على أخي ويكفيه ما تعطيه أمي من معاشها، فهل أعطيه زكاة المال؟ إذا كان يكفيه لا تعطيه، لأن الزكاة للفقراء كما قال ربنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الثمانية أصناف الذين ذكرتهم الآية. إذا كان الإنسان عنده ما يكفيه فلا يستحق الزكاة. الأخ يسأل محمد من مصر، يقول: هل تصل قراءة القرآن للميت؟ بإذن الله سبحانه وتعالى تصل إن شاء الله، وهذا رأي جمهور العلماء بأنها تصل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل المقبرة قرأ شيئا من القرآن، كان يقرأ أحيانا سورة الإخلاص وهكذا ثم يخرج. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل أؤجر على دعائي للأموات؟ أكيد طبعا يؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقف فيدعو الله سبحانه وتعالى لأهل المقبرة، يدعو الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتجاوز عنهم، فيؤجر والأرواح تشعر بهذا الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ يسأل: لدي مبلغ كبير أجمعه لقضاء دين وحال عليه الحول ولم أسده بعد، لكنني أخصصه، يعني يجمع هذا المبلغ حتى يسد دينه أو يرسله دفعة واحدة، فهل على هذا المبلغ
الذي حال عليه الحول وهو مخصص لسداد الدين هل عليه زكاة؟ إذا كان الدين حالاً فليس على المبلغ زكاة، لكن إذا كان الدين مؤجلاً، ده أنا بقى أجلس أجمع، أنا علي مبلغ كبير وأجلس أجمع 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 وما زال، فالدين ليس حال إنما الدين في المستقبل بعد ذلك، فالمال عليه زكاة. بارك الله بك فضيلة الشيخ وجزاك الله كل خير. فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كما أشكركم أعزائي المشاهدين بختام هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.